ونقول مقادير كحك المحلات الناعم. ايه بقى؟ 3 كوبايات من الدقيق، محتاجة دقيق يكون مكتوب عليه كحك وبسكوت، وده بيبقى أفضل حاجة، أو حتى مكتوب عليه كيك، ده بيبقى تحفة في الحلويات، الحاجات دي في البسكوتات والكحك وكده. هنحتاج عليه كمان معلقة كبيرة من السكر البودرة، هنحتاج معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة خالص تمام من البيكنج باودر، مش هنكتر منه، ونص معلقة صغيرة من ريحة الكحك. ريحة الكحك بتلاقوها عند العطار وموجودة في السوبر ماركت، ظريفة جدا طبعا ومهمة، وهتلاقوها برضو في محلات مستلزمات الحلويات. لو انت برا مصر او في مكان مش متوفر معاكي ريحة الكحك، خلاص استغني عنها ومفيش مشكلة، وكحكك هيبقى خطير ومفيش اي مشاكل. هنحتاج كمان 3 معالق كبار من السمسم المحمص، معايا كوباية من السمنة البلدي، سمنة بلدي حلوة كده بقى عشان الكحك، عايزين كوباية وتكون على طول من العلبة، لا تكون سايحة ولا تكون ساقعة تمام. هنحتاج عليها كمان رشة ملح خفيفة، وطبعا الحشو بقى بتاع الكحك ده زي ما انتوا عايزين، ولو اني بفضل الكحك السادة بيبقى أحلى بكتير، لكن انتوا براحتكم تقدروا تحطوا فيه عجوة، تحطوا فيه ملبن، براحتكم خالص، هيبقى ظريف قوي إن شاء الله. وبس خلاص، بس سهل قوي. هنجيب بولة كبيرة أهو، ونحط فيها الدقيق ورشة الملح والسكر البودرة والبيكنج باودر، وزي ما قلنا معلقة صغيرة، والسمسم وريحة الكحك تمام. نقلب الكلام الحلو ده مع بعضه، ونحط السمنة. أنا محتاجة سمنة تانية يا شباب لو سمحتوا، عشان مقدار السمنه ده مش مظبوط. ونحط بقى السمنه اهو، انا معايا هنا اهو، احط برده من السمنه تمام، علشان ايه؟ نلم العجينه الحلوه دي بالسمنه بس، هو ده بقى اللي هيخليها ايه، مش متخيلين بقى، يطلع معاكو الكحك دايب دوب كده، ناعم جدا 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 اهو كده اهو، بس عايزين تضيفوا له ميه او لبن طبعا ينفع كده، ممكن نضيف له شويه ميه حاجه صغيره قوي، او حتى ممكن لبن، انا معايا ايه لبن طعمه، لبن كامل الدسم، هاخده كده ايه احط منه على الكحك كده ايه، معلقتين كبار، وهنقلب وهنشوف هنحتاج تاني ولا لا. على طول من الكيس كده او من العلبه، مش هنحتاج خالص يكون اللبن دافي ولا اي حاجه، لان الكحك ده زي ما اتفقنا كحك مش كحك الخميره كده. احط له شويه لبن تاني بس كده، عايزين العجينه كده ايه، نبس العجينه بتاعه الكحك وتلم معانا، تبقى ماسكه اهو اهو، تستعجلوش عليها، بصوا عايزه كده ايه تتعجن، هتلاقوها لمت معاكم على طول اهو، كل الفرفطه دي عايزه تتعجن. كده بس كده، وبناخد بقى حته كده من العجينه، بصوا بنعجنها كده ونشوف اخبارها ايه، هل محتاجه لبن تاني؟ بصوا هي شققت معايا، ده معناها انها لسه محتاجه يا سمنه يا شويه لبن كمان، بصوا شققت معايا ازاي العجينه تاني، بصوا لما نقعد نعجنها كده اهو، هاجي مثلا اضغط بايدي كده هلاقيها بصوا لسه مشققه شويه، يعني مش ناعمه خالص، ده معناها انها لسه محتاجه شويه لبن كمان كده اهو
او سمنه. لو انت مش عايزه تحطي سمنه كتير يبقى خلاص حطي لبن. وطبعا انا حطيت لبن علشان ايه؟ يخلي برضو الكحك تحفه تحفه. اللبن الكامل الدسم ده بالذات طعمه بقى طبعا، يعني هيخليه طعم طعامه مش قادره اقول لكم. اهو بس كده، وناخد من الكحك كده ونشوف ايه الاخبار. بصوا ولا شقق بقى ولا حاجه اهو، ده معناه كده ان هو ايه، خلاص مش هحط حاجه تاني خالص، ولا سمنه ولا لبن ولا حاجه اهو. العجينه خطيره مش مشققه ولا اي حاجه اهو. تجنن معانا بقى ايه البتاع اللي هو اسمه ايه ده اللي بنشكل بيه ده، المنقاش اهو معايا ده لطيف قوي. هو عارفين انتوا القديم بتاع تيتا دوت اللي هو المشبك ده مش لاقياه، هنعمل كده اهو زي اللي موجود على ايديا ده تمام. وبالمنقاش بقى اللطيف دوت هنقوم دايسين كده وايه ونشيله كده بالراحة، هيعمل لنا شكل الكحكاية الناعمة الفظيعة. ونرصها بقى في صواني، دخلها فرن سخن في الرف اللي في النص درجة حرارة 180. من كل الحاجات البسكوتات وكل الكلام ده من أول ما يعدي 8-9 دقايق تبتدي تركزي وتشوفي، هتلاقي أخد لون من تحت وشكله استوى وتمام. تطلعي لو احتاج تفتحي عليه الشواية حاجة خفيفة اعملي كده. حاجة تانية مهمة جدا، الكحك الناعم ده ما تطلعيهوش على طول من الصينية أول ما يطلع من الفرن، لازم يهدى ويبرد وتشيليه برفق جدا وبالراحة عشان ما يتفتفتش معاكي ولا يتكسر ويقع كده تمام. فهيبرد شوية تعرفي تمسكيه ونحط له بقى السكر البودرة زي اللي احنا عاملينه هنا ده الخطير. إن شاء الله يا رب يعجبكم. أهو اللي في الطبق الكبير الحلو ده في سادة على السكر البودرة، حلو قوي قوي. تقدروا طبعا تحشوه زي ما اتفقنا ملبن، عجميه، عجوه، مكسرات، ساده، براحتكم خالص.